الوضع صعب ومنه مرة سنتين بكل سنتين بيجينا حرب ومنقدرش نتحمل وكل بموت من عنا ناس وهذا بيجينا حصار وبتسكر البحر وبتسكر البحر وبتسكر الأنفاق ومنقدرش نجيب مصاري ومنقدرش نعمل أنا تركت المدرسة عشان أساعد أهلي أنا بروح على الزبالات بلم بلاستيك وهذا ومنه إذا ما فيش بلاستيك بروح على الردم بلم ردم بروح ببيعهم للكسارات ومن الردم بنساعد أهله وبدي أهل مصر وبالشوب ما بقدرش اتحمل عشان صغير بلقط لها كم من حجر وكم من بلاستيك ببيعهم اخر النهار بدوني 5 شيك نشتغل لقينا قذيفه لقينا اشي تحت الحجار نقعد نطلع تقصف فينا اشي يصير فينا اشي برضه خوف بعد الحرب في امان وبنقدر نشتغل على مره لقيت ميكروفون طلع اشي منيح ويعني طلع هيك اشي غريب لقيناه في قلب الزباله بعتها ب50 شيك العام 10 أيام من شغل واستفدت فيها وديتها لأهلي اديت ال50 لأهلي واستفدت منها منيح شي كتير نشتغل في مصنع مرطبات يوم من الأيام كنا في المصنع الناس قاعد يزعق علينا نطلع دغري طلعنا ونقاسك في المصنع مرطبات كنا خايفة وزعلان عشان المصنع كنا ساكنين فيه ينقاس الدور مرات أطلع حاجة من حاجاتي ما قدرت اطلع ولا شيء محمد أخوي هذا بحبنا كثير وبدينا معاه مشاوية عمره 22 سنة شفته قاعد بضرب بالتوك طيب في البراد يا انت نصيبك بس واحدة واحدة شوية كان موزع براد في سيارة مخبطوه
وشفت بعناية، شفت مكسوف ومقطع أكبر قطعة يكفي. وشوف أحلام مزعجة ما عرفش أنام، أشوف عمي وأخويا. أبويا اسمه جعفر خضير وشغلته مزارع، بزرع خيار وبندورة وفلفل وبزرع نخية. الأرض عند الحدود على كيلو ونص متر. لما بدخلوا بقتلوا وبدمروا كل شيء. هي الجمل، حتى انت شفت انه الجمل ميت والخرفان وكل شيء بدمروا. المزرعة تبعتنا 30 دولو، جرف طردنا من 2001 حتى 2014 11 مرة. جرفوا أرضنا من غير سبب، إحنا مزارعين مسالمين، فش عنا مسكن نسكن وفش مية نشرب، فش عنا مصاري عاد نعمل الأرض. إحنا محظوظين المرة هذه ما ماتش حدا منا، بس المرة هذيك ماتوا ناس كتير ومات جارنا. احنا بنزرع خضرة، بنزرعش متفجرات عشان اليهود تيجي تفجرنا. الجمعة لما قالوا في يهودنا قعدنا في بيتنا قاعد يضبوا جزائف، عاد احنا قلنا بدنا نشرد. عند عمر بن العاص ضربوا
قذيفة، هذه القذيفة طيرت علينا وأنا تصومت في بطن كل أمعاء كلهم طلعوا. جابونا على المستشفى وكنت صاحية حالي، كنت مغيبة. لما عملوا العملية وخلصوا وطلعت منها كمان يومين عاد أنا صحيت. أنا لما طلعت من العملية الدكتور قال لي أنت كنت وقف القلب عندك مرتين. في المستشفى من 1/8 ل17 يوم. سنة أحمد الله اللي في ناس استشهدوا وفي ناس أخطر مني. ولا دبابة ولا إشي، أنا طفلة مش مجاهدة، ليش هما بيعملوا فينا؟ أنا أبوي كان طيب وكان شغلته إنقاذ أرواح الناس، وأنا مش فاهم ليش قتلوا. إحنا منقلق عشان ببعد عنا يعني، أما منقلقش لأنه إسعاف في حياة، يعني في كل حياتنا ما سمعناش ولا توقعنا إنه إسعاف ينضرب في شكلها. كان دوامه زي أول وكمان أخطر، لأنه كان في حالات كانت يعني الحرب هذه يعني كل دقيقة كنا نسمع صوت القصف، فهم كانوا يطلبوه عشان يجي ينقل الحالات هذه. أبوي استشهد في والدي كان رايح يسعف شخص كان مقصوف، فراح وفي الوقت اللي راح فيه خبطوا قصفوا عيله من 7 أنفار، وحمل العيلتين النفر والعيله، فقصفوا السياره صاروخين زنانه لدرجه انه الاشخاص اللي كان فيها
ال 12 كلهم استشهدوا وسيارة الإسعاف انحرقت كلها وما يعني. الدفن وإنه إحنا نشوفه فما فيش إشي فيه انشاف يعني. الثلاثة واللي كانوا في الإسعاف ما قدروش يميزوهم من بعض عشان إحنا نروح نشوف تحت الخوف طالعين ويعني في لحظات كان الدفن. أعتقد إنه أبوي بطل وبطل الأبطال لأنه رايح ينقذ أرواح ناس يعني بده يقلل من نسبة الأموات. وجودنا يعني كثير في المدرسة، مدرسة وحسن انقصفت. احنا فجأة اللي احنا بنسمع قذيفة، اول قذيفة خبطوها في الحمام، بعدين خبطوا كمان قذيفة، القذيفة الثانية يعني استشهدوا نصهم، قعدوا الناس يصوتوا ويزعقوا، احنا قمنا نجري. احنا سمعنا اللي هو اخر قذيفة خبطوها في ابن خالي واخويا بالنص، خبطوها لابن خالي واخويا استشهد الله يرحمهم. احنا في الوكالة قاعدين يعني احنا مبسوطين، يعني احنا بقينا مبتبرين، احنا ما ادري نعمل ست وكالة عشان هم رافعين علم شو اسمه الأمم المتحدة، يعني احنا انبسطنا، احنا قلنا الحمد لله احنا لقينا مكان امن نضلنا قاعدين فيه، مش يعني اللي يقصفوه، يعني احنا صدمنا لما قصفوه يعني مكان الوكالة. احنا بطلنا الامن في الوكالة في الامم المتحدة، يعني اللي مقصف في المكان مو بس الوكالة. زعقتها لما صبحت 16. الوكالة مدرسة الوكالة هنا اللي قصفوها عندنا 22 شهيد، ومن شو اسمه الجرحى 80 شو اسمه جريح.
كنا أهم في الشارع 8 أنفار. رحنا نلعب. رموا صاروخ، شفنا الدخنة واستعدنا نجري. يا أولاد الصغار يعانى! أولاد الصغار! يلا الله يرحمه. إيدي هذول إجريا كانوا مربطين بالدم. أنا كل تنازلت ابن أخويا وابن ابن أخويا وأخويا وابن عمتي. كنت نسيتهم من إيديهم. قلت لهم اجروا اجروا سيبوني سيبوني أنا بعرف أجري. رموا الصاروخ. استشهدوا هم وأنا قعدت ها أربع أولاد هم أربع ولا خمس أولاد. أربع أولاد في هناك كمان واحد بتصوب. ها هذا ابن عم الصواب وانا الصابت. صرت اجري. لقيت اجانب وكله بقول لي تعالوا تعالوا. صرت اروح عنده. اول ما مسكت السلك في واحد عامل عندي مسكنا هيك من البلا. اربع اولاد في هناك كمان. عمل كل شوي وقفوا لي الناس كيف. في اجنب حمل زيك. حطنا في الصحاف رحت على المستشفى. استشهد اساميهم عهد عطاف بكر وزكريا عهد بكر ومحمد رمز بكر وسمعين محمد بكر. قعدت في المستشفى 7 أيام. هذه الشظية بقلبية شظايا يعرفني طلع الله دكاترة خايفين يمكن اصابها برة الله. ايدي مقطوع فيها وطار ما بقدرش احرك انا وضاري فيها شظايا وايدي ورجلي. احنا عشان نلعب فوتبول قتلونا 4 و4 يلا كيف احنا لما تصير شباب ايش عمل فينا. شيماء ومحمد كنا قاعدين في الدار واللي هو اتخصف الدار علينا. كانت شيماء نادت وانا كنا تنادي عشان حتى يجي يسعفنا وجا المسعف علاء وهو سعف. كنت انا اطلب منه ميه مثلجة وداني بعدين على الشفا. أنا اسمي آية أبو حامد. أنا عمري 6 سنين. لسان قد بالعمر بس هي خالتي. هما كانوا بالدار بيلعبوا بعدين قصفت عليهم الدار بعدين بسان خالتي صارت تحكي بدي ميه بدي ميه ميه الثلج بدي بعدين اجى الاسعاف طلعوهم.
طالب الأول، خالتي بيسان، بعدين خالي أدهم، بعدين سيت، بعدين سيد، بعدين بعدين جايماء، بعدين دانا. بيسان الخزيني عشان أمها وأبوها استشهدوا. إحنا وبيسان بنقضي اليوم نلعب. أنا حابب أصير دكتورة. بيسان حابة تصير معلمة إنجليزي لما تكبر. لا بتحكيش معانا اللي صار. لما حدا يسألها بتعصب. بعد ما تجرفت بدنا نسهمدها ونجيب ونعمل فيها بير مية ونحط ونعمل حمامات ونعمل ونزرع فيها ونجيب برابيش. احنا خايفين نخش الأرض عشان في صواريخ لسه مش مفجوره، وفي مفجوره وخايفين نخش يتفجر فينا. انا نفسي اصير مهندس زراعه. انا نفسي اعيش، اروح على المدرسه فيش ولا فيش خوف، زي فيش قنابل زي الناس التانية بضربوش دارنا. يصير هدوء وأعيش زي أطفال تاني، زي ما عايشين أطفال تاني. وضعنا مش عارفين كيف بدنا نخلص من هذا الوضع. والدي كان شغلته سائق اسعاف. والدي كان سائق اسعاف من 17 سنة. أنا والدي مسعف، وكان دائما يتعامل بتنسيق مع الصليب الأحمر ويروح ويجيب الجثث من عند الدبابات، وكان معروف لهم، يعني كان هو اللي يجيب الجثث من عندهم. فأنا مش إجابة للسؤال ليش انقصبت. يعني أنت اللي بتسألني ليش قصف سيارة الإسعاف. هو عمره في كل الحروب في سيارات إسعاف انقصفت.
أثر تأثير سلبي في مستقبلنا. فأخوي كان من الطلاب الأوائل نسبة عالية، الحين يعني ناوي إنه يستقر ويبطل يعني يكمل تعليمه. أختي كانت علمي والحين بدها تتحول أدبي وكمان بدهاش تكمل. وأخوي دائما يعني أخوي الصغير دائما بتخيل خيال يعني مخيف مرعب، يعني عمل لنا جو مرعب ويعني نفسياتنا يعني اتدمرت، ويعني الكل بفكر إنه مستقبله ضاع. يعني في الليل بنلاقيه قاعد، احنا حاطين صورة كبيرة عندنا في الدار، بنلاقيه قاعد عند الصورة بنلاقيه بصيح. نسأله ليش؟ بقول احنا زهقنا من الصورة، نضلنا نتطلع فيها، احنا بدنا اياه يطلع من الصورة مكفي. الكل بفكر انه مستقبله ضاع من بعد ما. علاقتي فيه انه ابوي هو اللي بيحن علي، يعني كل اشي بنطلبه هو اللي بحقق لنا اياه، يعني علاقة ايجابية بين اب وابنه، يعني مش علاقة وبس، يعني اشي الواحد بيقدرش يصفه وفجأة يروح، هذا اشي بنتخيلوش خالص. بعدين راح انا بنامش بضل احلم باخويا وابن اخويا واصحابي اللي اكتشف. انا شعوري غريب، كل يوم بقول يا امي بدي اموت وبدي اكتشف، واقدر محالي على البرندة مسكت اختي. أبويا بيشغل البحر، وقف البحر وقف عن البحر 600 مفيش سما. احنا عايشين ولا عيشة زي القرى، برا وبحرا كله مسكر. أنا هذا طفل زي الأطفال، أقول أحلى وش عيشة ولا حق، مش لاقيين ناكل شاي وقهوة، أطلع من المدرسة عشان أشتغل أصرف على الدار شغل، ولا أخلي لأصحابي ولا أخلي لحدا، أقول زي ما تريد بطلع بقلب الدار ولا بلعب ولا بعمل شيء. أنا نفسي أطلع مقاوم أجيب حق ولا بعمل. نفسي لما أكبر أكون صياد زي أبويا، أنا نفسي أكون زي أطفال العالم ولا أحس بخوف. ولا تقف بنياتنا البوارج.
وارجع لوحدي. شغلة غفل انت ما شفت دخلك انت. نسوي تعب الشعب نسوي. احنا موجودين بالملبس لنا 35 يوم. احنا ما نفطرش يعني ولا غير بس عندنا الغدا بس. اكل فش زي الخليج. وبعدين احنا بننام يعني بننام شوف كلهم فوق بعض. احنا فيش عنا تلفزيون ولا عنا هوايه ولا عنا يعني رأي شو اسمه ارتاح اشي خاص يعني إلنا نحكي يعني فيش يعني حريه يعني نعمل. احنا هنا شباب يعني مدربين المدرسه. ما أكبر أصير دكتورين. أنا تعذبت وأخذت إبر. أنا سافرت على إسرائيل. أنا معي مرض من العاطل. أنا معي مرض السرطان عشان نفسي حكم الناس اللي حكموني زيي. أنا نفسي حكم الصغار اللي عيني. أنا بقدرش أروح أتعالج لما وقفوا إطلاق النار. أنا بنامش هلس. أنا بنامش طول اليوم. أنا بفكر في القصف وبفكر إيش يصير. فكر في الناس اللي برا وفي قرايبنا وفي اخوات يعني مش يعني مش مطمنه قاعده مش مطمنه يعني. اجا هنا تلاجأ ابوي انولد هين واحنا انولدنا هين. يمكن نتلاجأ ونطلع ونصير زي الشفا وهدولا. انا طرقت المدرسة قبل سنتين عشان اساعد اهلي. ابوي بطل يتحمل يشتغل ما بقدرش يشتغل. صرت انا اشتغل بداله واجيب له مصاري. كمان واحد يا محمد شاب. عيانة معها مرض في الكبد وسكري وتضخم وهذا. وخواتي إلي أخو أخت بالمعاقين يعني وهذا. وأنا فيش إلا أنا اللي بشتغل يعني وبجيب مصالة. غصب امك صح من كتر ما انت تعبان تتعب كتير. شغال الرجوم الصبح كنت وانت بعد المغرب تمغيبش خلص تروح من شغلك تريح تغسل وضوء تغسل وتريح يا سلام تروحش مطرح شوف لك شغلانة لسه احسن لك من هذا شوف لك هيك اي شغلانة تتعلم لك صنع. هذا الشغل اثر علي معيش اشتري كفات يعني للزباله وللهذا وواعي. وما
مرة رحت طريق جباليا، مرة علق فيه الحبل على الحصان وانشنقت، ومرة نط عند الزلمة وانقذني ووصلت الموت، وخشيت العناية 4 أيام. أنا شغل الصياد برضو حلوة ومنيحة، بس برضو خوف كل ما يعني نعدي الطرادات والدبورة والهذا يقصفون يصيروا يطخطخوا علينا، وهذا في منهم ماتوا كتير وبيحبسونا اللانشات والحسكات بضلهم وبخطفونا وبيحبسونا عندهم، بس البحر منيح وحلو للشغل. أنا نفسي أكون صياد، أنا انولدت بالبحر والبحر بحبه والبحر بحبني، وأصير صياد وأصيد وأكون منيح في البحر. وأصير لما أكبر وأصير إلي مركب وأقعد أتصيد مع قرايبي، أصير يونسوني أصير أروح مع قرايبي وأتصايد. Thank you.
يمكن صار له حوالي 3 أشهر. ما حدش يساعدنا. ياخذوا سمينا رقم الجوالات ويقولوا لنا اساعدكم اساعدكم. بروحوا بصير شهر ما ساعدوناش. الفصائل كلها حماس وفتح ورمال كل الفصائل. قولوا لنا اساعدكم ولا ما ساعدناش. احنا بشوف لنا مكاتيب ان زي مهرجانات. بنروح ذكرنا الحادث بعد بدنا دولة صورة عادة سكرية هنا كان أنا مش غريبة هنا كان أنا مع عايد إسماعيل هم كان أنا من أنا من مصر أنا كنا نلعب خريطة وكورة شريدة أنا ولد عمي كل يوم إيش قال لي؟ قلت احنا الاربعه اللي جينا من الصار بدنا نساعدوه البحر احنا بدنا علاج نفسي ياخذونا برا يساعدونا ننسى اللي صار معنا غزه بدنا نتذكر كل شيء صار معنا أصعب كثير. وشوف له لابس صوت وسنش. شاف خيال أخوه ولا أخوه. عطول بسنش. بصير عيط. هنا الدكاترة مش فاهمين له. أخذوا كلها مش فاهمين له. طلعونا يا برا. ساعدوه. نسوا اللي صار معنا. أصعب حاجة أصعب منها كنا هوايته. كلهم بشوف. رزق الأولاد. غير ما حرست هالقير ولا عمامي ولا اولاد عمامي ولا ابوي اطرحوا يسود لحيت من نفسي تعبانه كثير ليش بدنا نروح سود هارد بتنا سمعين كلام قلبيه وخلعوا صاروا كل حاجه ما على المطرح كنا شردنا ورا على الشاط لحقونا كمان صراخين مال الثلاثة وصابنا اربطت عندك في الصار الحسن. يبقى ارفع من فوق الماسوره. يبقى اربطت عندك هنا. انا ماشي انا ضربه طول الجهه. يلا تعال خلاص تعال. تعال ارفع الحبل هذه. هيك الخربشه و حطها راسك عند الياجه. هو ما نزل عن البطوش. نزل ايوه. لما نحاول نرجع على شو مراكب بيتنا شغلت ولا مش شغلت نحاول نرجع نصيت
شوي شوي. لا شوي. شوي شوي شوي. أيوة خلاص خلاص بس بس خلاص أيوة شيلي الباقي شيلي الباقي هذا. طبعا بسان وبصراحة أنا استقبلتها يعني في بداية الحرب وكان عندها جرح. ولما تنام كمان خلال النوم بكون الجفن هذا مفتوح ممكن تتعرض اللي هو القرنية للهواء وممكن يصير فيها تقرحات. فالآن هي بتحتاج إلى عملية لإصلاح الجفن هذا بالإضافة إلى إزالة جزء من الندب هذه ووضع شعر أو زراعة شعر خصوصا زراعة الحاجب مش موجودة عندنا. فبتحتاج انه تطلع برا لمركز تجميل. تمام يلا جود باي. سلمي سلمي مني. يلا باي باي مع السلامه. مع السلامه يلا سي يو. رجعنا عدورنا لما انتهت الحرب لما اعلنوا الهدنة شو اسمه قالوا خلاص لما حكوها كان تاريخ شو اسمه 25/8. احنا لما رجعنا على بيتنا لما شو اسمه قال الهدنة ما بقناش مبسوطين لانه بقى ناقصين يعني ان اخوي يعني لما قالوا ان اخوي بن خالي بقوا مستشهدين يعني بقينا مبسوطين انه رجعنا وبقيناش مبسوطين يعني كثير. الواحد الصعب انه بقى واحد اخوها كبير شو اسمه بقى عايش معها وبقى كل ذكرياته معها وصعب يعني انه يروح منها وما البنت بتحلمش فيه وما تتذكرش يعني هذا صعب. يا وش استوعب بس رحت اتعالج راح علي دواء من الحرب وما قدرتش اروح لانه من كل جهه بقى يخبطوا اليهود وما حدش قادر يطلع. انا رحت اتعالج شو اسمه جسميا بس حالي نفسيا الكل مع حالي نفسيا من الحرب اللي صار في غزه. يعني اطار الحرب عمل مع الناس انهبل الناس من صرنا نسمع صوت الباب صرنا نلتمس. طلعوا بلعمكم ارسموا ايش بيخطر على بالك ارسم ايش حابه ارسم اي ايش بيخطر برا لجنه المدرسه
في ساعة ترفيهية عشان تخلص من أطار الحرب النفسي. إحنا مبسوطين بالساعة الترفيهية هذه، بنلعب بنضحك بننسى فترة الحرب من مرة، وبننسى خالص الذكريات الجديدة أجتنا. أنا بتمنى إنه ما يصيرش حرب بعد هيك، بس أنا حاسس إنه حيصير حرب بعد هيك، لأنه كل سنة سنتين هي لازم نمول هذا عدو الحرب. شهور من يوم ما قصف بيتنا لسه الحال ما صار شيء، مش قادرين نعمر بيتنا ولا معانا فلوس، واليهود مستعدين يخلوها مرق مواد بنا. يا ويلي يا ويلي يا خطيتي هاي اللحظة يكون في متفجرات أو الضر تقع علينا. تقوليش دري هم أوضة خلنا ننام فيها إحنا وأخواتي، وهم صالون وهناك مطبخ. أنا إحنا وأخواتي على الصبح كنا نلعب كل يوم الصبح، أنا وعبدين ورجاحة وكل يوم وكل يوم بنلعب. احنا كده رجعنا على المدارس في البيت، مش عندنا ميه ولا كهرباء، مش عارفين كيف بدنا ندرس. يمكن نطلع الماكينه اللي مليحه يا كبيره. احنا مش عارفين ايش نعمل، ايش تتاجع علينا واحنا لسه بالشوارع. احنا ابويا كده بدور عليا شغل عشان يشتغل ويقدر يصرف علينا. احنا قلنا لقيت راح التلات دور المصنع كان يطلع من ثلاث ايام. العجل يخبط من هنا. ظلنا خايفين لحظة يجي كمان حرب ويقصفوها. انبسطت يوميت لما جالوا خلص الحرب، كنت نايم لما سمعت صوت الطخ والهاد وهم بطخطخ، وفرحت قمت صرت العب معهم واروح معهم وصرت اوزع معهم حلوه. يعني بعد الحرب يكون مفتوح المعابر، يكون في شغل، يكون يعني هيك الناس متحسنين، كل الدنيا متحسنة، طلعت فيش طلعت أعطل من الأول. الله
لقيت كثرت اشغل في المينا مع زلمه في البكس والاجرار، وصرت لحمل يعني سمك ومحم وعوا الدنيا، ها مسلك حالي معه بالاسبوع 30 شيكل. لقيت ننزل على المينا على 5:30 نقعد على الباط، بس يجي الدلال يدلل نقف وراه. لقيت لما يخلص الدلال بدل بروح على الثاني. عاد الاول ناخذ منه باللم بوكاس، نقعد اللم بديروا مع بعض باللم، نكتب اسمه انه هيك هيك سجل بوكاس. بشتغل بس لو هذا تعب برضه عشان اسلك اهلي وما نموتش من الجوع. بشتغل تعب مش تعب، بضلنا اشتغل في الشغل هذا وبسلك حالي. أنا بحب البحر، أنا انولدت في البحر، نفسي أضل طول عمري في البحر أسبح وأعيش في البحر وأنسى كل المشاكل اللي حوالي وأعيش وأضل طول عمري في البحر.